بعد سياسة التقشف والإنذار المعلن عنها من طرف الحكومة غداة تقهقر أسعار النفط في الأسواق العالمية، أضحى اليوم المستهلك الجزائري مطالب بالتسيير العقلاني وعدم التبذير بوضع خطة استراتيجية محكمة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للأسرة، وذلك بترشيد الاستهلاك في مختلف المجالات من غذاء ودواء وطاقة وهاتف، وتعويد الأفراد على هذا السلوك الحضري من أجل وضع حد لظاهرة الإسراف. غالبية منتوجاتنا وللأسف الشديد نقتنيها بالعملة الصعبة، على سبيل المثال الخبز الفرينار ما نجيبها بالعملة الصعبة وتدعمها الدولة، وفي هذا المجال أيضا المستهلك مطالب بالحفاظ على هذه الموارد المالية من خلال استهلاك عقلاني. ما نقولوش أنه الإنسان يشد الحزام، ولكن استهلاك عقلاني لا بذخ فيه ولا تبذير. المستهلك الجزائري مطالب بترشيد استهلاكه وترشيد نفقته، وأيضا أن يعمل على بيع حاجيته الأساسية بعقلنا. وتعرف مادة الخبز الأكثر استهلاكا في الجزائر ظاهرة تبذير غير مسبوقة في السنوات الأخيرة نتيجة الإهمال ولا مبالاة المستهلك الجزائري، وذلك بسبب انخفاض سعرها وانعدام الثقافة الاستهلاكية في المجتمع، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى رمي كمية كبيرة من الخبز يوميا في المزابل إلى جانب رمي المشروبات الغازية والعصائر الاصطناعية. خبز يعني الذي يرمى في المزابل يوميا بين 2 إلى 3 ملايين خبزة، وهذا أمر كبير. نزيد نعطيك مثال على الحليب المبستر، يعني لا ننشروا فيه 2500 على مستوى المصانع، احنا عندنا إحصائيات أنه 10% منه راه يبذر. إذن ومع تراجع مداخل البلاد يبقى المستهلك الجزائري مطالبا بمراجعة حساباته ومصارفه اليومية